هو ليه المركزي ما يرفعش معدلات الفايده ويخليها 15 او 20% وينزل لنا عائد كويس وما يبقاش في اي مشكله عندنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات المصرفي. كتير جدا من التعليقات بتجيلي لا هو المركزي المفروض يرفع الفايده يخليها 20% اقل حاجه والا مش هنقبل باقل من كده. وناس تانية تقول لك 15% وناس 17%، كل واحد بيحدد بما يتراءى ليه وان هو شايفه مناسب بالنسبة له ويجيب له عائد كويس. طيب خلونا بس نفهم موضوع الفايدة ده بيحصل ازاي. دلوقتي لما التضخم بيرتفع بيبتدي ان الاسعار بتزيد، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في حلقات التضخم واتكلمنا كتير قوي عن الموضوع ده واتكلمنا ازاي ان انت تواجه التضخم. طيب لما التضخم بيرتفع او معدل الزيادة في الاسعار بيرتفع، الأداة الرئيسية أو أهم حاجة بيستخدمها البنك المركزي من الأدوات اللي بيستخدمها عشان يقلل معدلات التضخم هو رفع معدلات الفايدة. رفع معدلات الفايدة ده بيعمل إيه؟ بيقلل السيولة اللي موجودة في السوق، لأن الناس كلها هتروح تعمل الشهادات بالشكل ده، وبالتالي برضو نسبة الاقتراض أو معدلات الاقتراض بترتفع، فبالتالي الشركات بتقلل الاقتراض بتاعها والتوسع في الأعمال بتاعتها والإنتاج بيقل، وبالتالي ده بيسمع في معدلات البطالة والبطالة بتزيد. ده غير طبعا ان هو هيأثر بالسلب على البورصة وعلى اسواق الاوراق المالية بشكل عام. طب خلينا نتكلم بشكل مختلف. لو انت دلوقتي معاك مبلغ من المال وعايز تعمل مشروع ولقيت ان معدلات الفايدة في البنك بتتراوح ما بين 15 و20%، حضرتك هتروح تعمل المشروع وتبتدي تخش في الاجراءات والخطوات وتعيين عمالة وشراء بضاعة وان انت تدرس السوق وتعمل الكلام ده كله ولسه انت معرض للمكسب والخسارة وما انتش عارف معدلات المكسب بتاعتك ايه اللي ما بتبقاش عالية قوي زي المعدلات بتاعت الفايدة لو اتكلمنا انها في حدود 15 و20%، فبالتالي انت هتروح للمضمون والسهل وهتروح حاطط الفلوس في الشهادة، فده هيقلل المشاريع وهيقلل الانتاج. ده غير طبعا ان هو هيرفع تكلفة الدين الحكومي لأدون وسندات الخزانة اللي بتصدرها وزارة المالية، وده طبعا هيروح مؤثر على الانفاق الحكومي لان هو بيدفع تكلفة الدين عليت عليه، فبالتالي الانفاق هيقل، فده هيأثر على المشروعات اللي بتحصل سواء صحة او تعليم او بنية تحتية او غيره من المشاريع اللي بتقوم بيها الدولة. وفي الاخر التأثير الاقتصادي ده كله هيسمع عندك انت برضو في الاخر، انت خدت عائد كويس بس في تأثيرات من الناحية التانية هتحصل سلبية جدا عليك. طب ليه الفرق مش كبير ما بين معدلات التضخم ومعدلات الفايدة؟ خلينا نقول مثال، مثلا ان انت معدل التضخم عندك 8%، ما ينفعش تروح تعمل الفايدة 20% وان الفجوة تبقى كبيرة بالشكل ده، لازم تبقى في حدود 2-3% علشان ده ما يقلبش معاك بركود ويحصل تباطؤ في النمو الاقتصادي والاقتصاد بشكل عام عندك في الدولة اللي بالتالي هيؤدي لانكماش. طيب امال في حالة خفض التضخم او ان التضخم عندي منخفض ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي خفض الفايدة، فبالتالي تكلفة الاقراض بتقل والسيولة في السوق بتزيد ويبتدي الانفاق يزيد والعجلة بتاعت الاقتصاد تشتغل بشكل افضل والانتاج يزيد ومعدلات البطالة تقل، ويبتدي بقى ايه الدين الحكومي التكلفة بتاعته برضو بتقل فيزيد الانفاق الحكومي فالمشاريع تزيد، فهي دايرة. بس في نفس الوقت انت لازم تحافظ على معدلات تضخم معقولة قليلة علشان الموضوع ما يقلبش معاك ان انت دلوقتي يرفع بتضخم عالي جدا، لان انت لما يبقى في فلوس كتير في السوق وسيولة كتير في السوق وفي طلب كتير على المنتجات، فبالتالي مع الوقت اسعارها هتزيد فيروح قالب معاك بتضخم مرتفع. فببساطة هو الموضوع لازم يتم التعامل معاه والسيطرة عليه بشكل سليم ومعقول علشان ما يجيش تصلح حاجة التانية تبوز منك او تصلحها بشكل فتروح ضربة منك في الحتة التانية. ده ببساطة موضوع ان انت ما ينفعش تحدد الارتفاع العالي جدا في الفايدة بالشكل ده. انا طبعا فاهم ومدرك لنقطة ان في كتير من اهالينا بعد ما طلعوا على المعاش عايشين على العائد بتاع الشهادات او الفوائد بتاعتها، وان هو ده ممكن يكون المصدر الدخل الاساسي ان ما كانش الوحيد بالنسبة لهم. احكلمنا في النقطة دي قبل كده وقلنا ان مع الوقت منظومة المعاشات بتتحسن شوية بشوية، لسه قدامها شغل كتير واللي حصل لحد دلوقتي مش هو ده الكافي، بس على الاقل في خطوات بتحصل وممكن ان يكون في شهادات تتم اصدارها في البنوك خاصة بكبار السن او اهالينا علشان النقطة دي، زي ما حصل بالفعل في بنك ناصر ان هو عامل شهادة رد الجميل المعدل الفايدة بتاعها ما هواش مرتفع كتير قوي عن المعدلات الطبيعية بس في فرق، فممكن ان هو يتم استحداث وسائل جديدة علشان تغطي النقطة دي بالنسبة لاهالينا. ده ببساطة موضوع ليه المركزي ما يرفعش معدلات الفايدة ويخليها مرتفعة فبالتالي العائد اللي ينزل على الشهادات كبير. ببساطة لان ده اقتصاد ودايرة ما ينفعش ان حاجة فيها يحصل خلل علشان هتأثر على حاجات تانية بشكل كبير جدا.
نيجي بقى لسؤال حلقة النهاردة زي ما احنا متعودين مع بعض بقالنا فترة، وهو ايه تأثير المعدلات الفايدة على سعر العملة؟ يؤدي الى ارتفاعها انخفاضها ولا اي حاجة؟ منتظر اجابات حضراتكم في التعليقات واي استفسار اخر. ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي، يا رب يكون قدرت افيدكم بالموضوع ده، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم اشعارات الحلقات الجديدة، ولو الحلقة عجبتكم تدوسوا لايك وتعملوا شير عشان الناس تقدر تستفيد، واشوفكم على خير، محمد رجب.